السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هينفع طبعا. تقبل الله منك. لا طبعا يا اخي، نفسي مره اشوف اخوك بتصلي معانا، وانا نفسي مره تاخد بالك من ده. لا مؤاخذه لا مؤاخذه، وريني اهو اهو. ما هو برضه صغير، كنت كبرته شويه. ما انا كنت طفل ساعتها. ومصطفى ده هيتلقح فين يا عم؟ يبقى ترمي في اي حته يا عم. هي ناقصه أكون معطلك عن حاجة؟ شايك برد؟ بالنعناع؟ خد نعناع. مالك؟ مش مصطفى بردك؟ أنت زعلان مني علشان أنا معرفتش أشغل البتاع اللي فوق ده؟ أنت عماد اللي قلبك في الأكل اللي فوق ده مش كده؟ هو خد منك كام بالظبط؟ لا معلش معلش، قول لي بس خد منك كام بالظبط؟ انت عبيط ولا انت فاكرني هديهم لك؟ ده مجرد سؤال عادي يعني. انت تعرف انا عملت ايه علشان اجي هنا؟ انا بيعت امي صيغتها علشان، لا معلش معلش، دي انا ليا تفاصيل مختلفه، ممكن تكون سمعت الكلام ده من ناس كتير، بس انا ليا ديتيلز كده. انا اللي بيعت امي وابويا صيغتهم علشان اجي هنا، وفي الاخر ايه؟ صاحب عايه. ما تقلقش، ده كلى، انا مؤاخذة انا بغسل كلى مرتين في الاسبوع، وبعض رجال الاعمال المصريين وغير المصريين مظبطيني يعني. والله بتتدبر بتتدبر، ده ساعات الواحد يصحى يلاقي الفلوس تحت المخده. انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين، احنا هنا في سله واحده، فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي دلوقتي. هو انت ليه ما سبقتش حواجبك؟ العبوه كانت صغيره اصلها. ايوه يا ماما. لا انا كويس الحمد لله. لا مبسوط ومستريح. ايه اجي فين يا ماما؟ هو انا ملاها على الشغل ده؟ الشغل على قفا من يشيل. لا بقول لك، بص تعالي وهاتي بابا ولبنى وحنان وتعالي. بلاش لبنى، انا حنان بقى يا ماما، لحسن عربيه الشغل جت. صفا صفا قوم عشان عندنا ماتش. قوم يلا يا شباب، عندنا ماتش. والله مفيش ادنى احساس بالمسؤوليه، ادنى احساس انا هتصرف.